مش هتكفر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبنائي طلبة وطالبات المعهد العالي للعلوم التجارية من المحاضرة الكبرى، طلبة الفرقة الثالثة شعبة محاسبة. بنكمل المحاسبة المتقدمة واحد للفرقة الثالثة شعبة محاسبة. بناخد النهاردة إيه؟ مداخل، أيوه مداخل، مداخل المحاسبة عن المعاملات المالية والمعاملات الأجنبية. عندي كم مدخل؟ عندي مدخلين، إيه؟ مدخل اسمه مدخل العملية الواحدة، ومدخل تاني اسمه مدخل العمليتين. مدخل العملية الواحدة ده بيقوم على ايه؟ على فلسفة ان هو يقول لك ان الراجل ده اشترى استورد بضاعة، يبقى في عندي قيد للشراء، واشوف اشترى بكام؟ بمليون دولار. السعر كان كام؟ كان 16 جنيه، يبقى اضرب المليون في 16. طب وبعدين؟ في جات الميزانية، مالناش علاقة. عند السداد بس. اي باع اي حاجه تحصل ما بتاثرش، هم قيد واحد بس، قيد الشراء وقيد السداد. طب مدخل العمليتين العكس ده، نقعد نتتبع بقى الشراء، البيع، الميزانيه، السداد، كل واحد ابص على السعر واقارنه بسعر الصرف الموجود، السعر النهارده وكان كام الاول وانا بشتري، عشان اشوف المكاسب او الخسائر. مدخل العمليه الواحده، تقوم فلسفة مدخل العملية الواحدة على النظر اللي كان بيقوله إلى المعاملة بعملة أجنبية، سواء كانت تصدير، استيراد، إقراض، كوحدة واحدة وكعملية واحدة، بغض النظر على المراحل اللي بتمر بيها. ما تقوليش بقى ده عند الشراء، عند الشراء في سعر. ما تقوليش عند البيع، لا. ما تقوليش عند التحصيل، لا. ما تقوليش عند الميزانية، لا. هي مرحلة واحدة بس، عند الشراء والسداد. مثال، لو انا اديتك مثال يقول ايه؟ قامت احدى، مثال مهم جدا، قامت احدى الشركات المصريه باستيراد بضاعه من احدى الشركات الامريكيه بمبلغ مليون دولار امريكي بتاريخ 1/1/2018 على ان يتم السداد في 30/6/2018. كان سعر تحويل الدولار في 1/1/2018 هو 8.30 جنيه، وفي 30/6 هو 8.20 جنيه. المطلوب قيود اليومية باستخدام مدخل العملية الواحدة في دفاتر كل من المستورد والمصدر. تمام، انت اديتوني ورق، الورق ده في حل المسائل دي زيها بالظبط. ان انا بقسم الصفحة بتاعي جزئين، اقول دفاتر المصدر مستورد ودفاتر المصدر، في قيدين بيتعملوا بس عند المستورد وقيدين عند المصدر. القيد الاولاني عند المستورد يقول ايه؟ اشترى، يبقى من حساب المشتريات الخارجيه الى حساب الموردين، من حساب المشتريات الخارجيه لحساب الموردين، استيراد بضاعه بمبلغ مليون دولار. بكام؟ مليون دولار في 8.30 جنيه، يديني 8,300,000، اعمل بيهم القيد من حساب المشتريات الخارجيه الى حساب الموردين بالخارج. عند التحصيل اقول ايه؟ من حساب الموردين بالخارج اللي كان دايما المدينه هو بنفس المبلغ الى مسؤولين، هياخد ايه؟ حساب البنك، واذا كان في فائض يبقى حساب المشتريات الخارجيه. زي ما قلت لك بحمل المشتريات الخارجيه عند المستورد والمبيعات الخارجية عند المورد. في عندي هنا سداد مليون دولار بسعر 8 جنيه و 20 قرش، اضرب المليون دولار في 28 يديني 8,200,000 اهم. اذا اللي هو اصلا له 8,300,000، ولكن ادينا له 8,200,000 وعندي مكاسب 100,000. الفرق المتمم بين 8,300,000 و 8,200,000 يبقى 100,000 عباره عن فروع عمله تمثل ربح، ربح بالنسبه للمستورد. هو استورد بكام؟ ب 8,300، كان السعر 8.30، لكن النهارده هو بيسدد السعر نص بقى 8.20، كانه كسب كام؟ كسب 10 قروش في الدولار. لما بصينا لقينا ان هو هيسدد 8 مليون دولار يضربوا في
في 28 يديني 8200000 ناقص 8300 اللي اشترينا واستوردنا بيهم يديني 100000 كانه مكسب وربح بالنسبه للمستورد. تعال المصدر عندي في ايه؟ كده اولاني من حساب عملاء بالخارج مليون دولار، بالحساب مبيعات خارجيه مليون دولار، مش هيتاثر تصدير بضاعه بمبلغ مليون دولار. تعال ابتد لما يجي يسدد من حساب البنك الى حساب عملاء بالخارج، العملاء بالخارج بعد ما كان مدين بقى داين، نديله الفلوس يبقى من حساب البنك الى حساب عملاء بالخارج سداد مبلغ مليون دولار ما اقولش بسعر ولا مش سعر، لان هو بده هيسدد او باع البضاعه بالدولار وهيحصلها بالدولار. اما قال باع الدولار باعها قلنا من حساب عملاء بالخارج الى حساب مبيعات خارجيه، ولما سدد اما تحصل قلنا من حساب البنك لانه خد الفلوس بقى مدين الى حساب عملاء بالخارج اللي هم كانوا مدينين وسددوا. بكده ممكن اقول لك افرض جالك سؤال في الكويز يجي ازاي؟ بالنسبه لصح وغلط، بالنسبه للعمليه الواحده ممكن يجي لك سؤال يقول لك في طريقه ضع علامه صح او خطا امام العبارات المحاسبيه التاليه. يجي السؤال ازاي هنا؟ يجي يقول لي طريقه العملية الواحدة والتي تفصل بين عملية الشراء والبيع أو البيع أو السداد والتحصيل، هل دي صح ولا غلط؟ طبعا غلط. تمام، طيب هتقول لي صح ولا غلط؟ تقول لي غلط، لأن طريقة العملية الواحدة ما بتفصلش بينهم، بتبقى واحدة بس، عملية بيع وسداد، بينظروا للعملية المالية كوحدة واحدة. أما مدخل العمليتين اللي ما خدناهوش لسه هو طريقة العملية بيفصل بين عملية الشراء أو البيع أو السداد أو التحصيل، ولذلك النقطة هنا غلط. أما لو قلت لك صحح، التصحيح هو مدخل العمليتين هو اللي بيعمل كده. يبقى لو جات لك في الامتحان في الكويز حاجه زي كده في على مدخل عمليه واحده هتيجي بالمنظر ده. ان انا اقول لك ضع علامه صح او خطا امام العبارات المحاسبيه التاليه مع التصحيح، اقول لك كده. لو قلت مع التصحيح حضرتك تقول لي لو قلت العباره طريقه العمل الالف او واحد طريقه العمليه الواحده والتي تفصل بين عمليه الشراء او البيع او التحصيل هي دي طريقه العمليه الواحده، اقول له لا غلط، ده هو مدخل اسمه مدخل العمليتين. ممكن تيجي طريقه او يقول لك مدخل العمليه الواحده. ممكن يجي لك سؤال صغير على مثال زي ده ويقول لك المثال قامت احدى الشركات المصريه باستيراد بضاعه وبيقول لك هنا سجلها لي او اثبتها لي بدفاتر المستورد والمصدر باتباع مدخل العمليه الواحده، تقوم تعمل لي الحل دفاتر مستورد ومصدر قيدين هنا وقيدين هنا، قيد للشراء وقيد للسداد او التحصيل. اشكركم والى محاضرات قادمه.